تماشيا مع استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة للرفع بمحتوى العمل الاجتماعي، نظمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مخيمات صيفية لفائدة أبناء موظفي الأمن الوطني تحت شعار مخيمات الأمن الوطني تربية وترفيه. ولقد تم الاعتماد على مجموعة من مراكز الصياف من بينهم مركب مولاي رشيد الدولي ببوزنيقة. هذا المركب مجهز وفق المعايير المعمول بها وطنيا من حيث الإيواء، كذلك من حيث مرافق تابعة له كالمسابح وكذلك مرافق ترفيهية، بالإضافة إلى اعتماد المديرية العامة برنامج تغذية سطره مختصون تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى وضع طاقم طبي رهن إشارة المخيم. كما حرصت إدارة المخيم على تسطير برنامج تربوي هادف يصب في سياق الشعار المخصص لهذه السنة اللي هو مخيمات الأمن الوطني تربية وترفيه. هذا البرنامج التربوي يضم طابقا تربويا ترفيهيا سهرت عليه مجموعة من الأطر المتخصصة في مجالات عدة، من بينها مجال المسرح، الموسيقى، الرسم والسمعي البصري والتعبير الجسدي، أطر تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وكذلك أطر مدنية، لنخلص في الأخير إلى سهرة ختامية ترق استحسان الجميع. بصراحة أنا عجبني هذا المخيم، أول مرة غادي نجي له، عجبوني زاكتيفيتي ديالهم والورشات منهم لابانتور لادانس وكذلك سمع البصر. وعجبوني والحاجة اللي عجبتني في هذا المخيم هما الخرجات، روكيا بارك، إسطبل الخيول وكذلك مآثر التاريخية لمدينة الرباط. كنشكر المديرين والمؤطرين والمؤطرات. عجبني بزاف المخيم حيت كيديروا لنا أنشطة زوينين ومثل السباحة، مسرح، الأغاني، الرقصات، وكيحاولوا يخرجوا منك داك الإبداع وداك الابداع اللي موهبه اللي مدخلها، اللي كيحاولوا يخرجوا من ديك الموهبه ديالك. وكنشكر بزاف الاطر والمدير اللي ساهموا في نجاح هاد الانشطه والمسرح والمخيم. بعدما مرت المرحلة الأولى بسلام والحمد لله، مازال عندنا جوج ديال المراحل، بمعنى عندنا أربعة ديال المراحل بهذا المركز. وكما تتعرفوا مخيم ديال اليافعين تيعرف مجموعة ديال الأنشطة، من بعد ما كان واحد التعطش بالنسبة لا اليافعين ولا الأطفال ولا جميع المخيمات بصفة عامة من بعد الجائحة ديال كورونا، وكانت فرحة بالنسبة للجميع والمعانقات ديال المخيمات. والحمد لله حنا داخل هذه المخيمات تنخدموا على مجموعة ديال الورشات اللي منها الرسم والتعبير الجسدي، كذلك الموسيقى والمسرح، ومجموعة ديال العروض اللي من خلالها تنمروا مجموعة من التعليمات وكذلك من بعد توصيات اليافعين، خصوصا موضوع الساعة اللي حاليا تنعيشوه، ترشيد ديال المياه، كذلك تتلقاو مجموعة ديال العروض ومن خلالها تنمروا مجموعة ديال المفاهيم اليافعين هادو. وتنشكروا الجميع كل من ساهم في إنجاح هاد مخيمات ديال الأمن الوطني،
ومن خلالكم تنوجهوا تحيه للاصدقاء ديالنا بجميع المخيمات اللي ديال اكادير، كذلك افران وتطوان. والمخيم هنا ديال بوزنيقه تيعرف جوج ديال المخيمات، مخيم واحد لليافعين والمخيم جوج للاطفال. وصراحه انا جيت سعيد للتواجد ديالي هنا داخل هذا المخيم، والشكر كذلك موصول للسيد المدير العام للامن الوطني، كذلك للسيد مدير مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه، وتنشكر كذلك رئيس المصلحه الاجتماعيه والتربويه السي مصطفى ويسعدن اللي تيقوم بمجهودات جباره من اجل انجاح هذه المخيمات الصيفيه. وكذلك مناسبه ما تفوتنيش باش نشكروا الجميع، لان هذه المرحله هذه صدفت تخليد الذكرى 23 لاعتلاء صاحب الجلاله الملك محمد السادس لعرش اسلافه المنعمين، وحنا جد فخورين ودائما نحن اوفياء للشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك. وشكرا لكم. انا في مخيم اليافعين بوزنيقه 2022. في هذا المخيم كنقوموا بمجموعه من الورشات جميله، ومن ضمنها ورشه الموسيقى اللي انا مشارك فيها، وتعلمنا فيها بزاف ديال الامور ومن جميع الورشات. وكنشكر جميع المؤطرين والوزراء ديال هذا المخيم. صراحه سعيده بزاف انني شاركت في هذا المخيم، حيت تعلمنا بزاف الحاجات في الورشات اللي قدموا لنا في حال الموسيقى، المسرح، والتعبير الجسدي الى غير ذلك. وكنشكر الاطر الاداريه اللي ساهموا في نجاح هذا المخيم. كيعجبني ورشه المسرح حيت كنعبروا فيها داكشي اللي بغينا، وكتحيد الخجل وبزاف ديال المشاكل كيكون عند الانسان. البركة في راسك ولا لا؟ بقيتي تابع الطمع حسن حتى متي. لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا شيء يعجبني. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.